طب ممكن اخد وجهه نظر تانية كابتن عادل يعني ونحاول نحلل اكتر. ممكن ناس تقول لك هو ما بقالوش فتره طويله وهو لسه بيجرب، وحتى هو صرح قال انا عندي 40 لاعب انا بختار منهم 11 ولسه الدنيا ما وضحتش قوي، لسه عندنا 4 شهور كمان او 6 شهور تقريبا، كام 4 شهور لغايه يناير امم افريقيا يبقى 4 شهور. فالراجل لسه الدنيا ما سبتتش عشان هو يثبت تشكيل. هل حضرتك بتميل للراي ده برضو ولا ده مش مبرر اصلا؟ لا لا لا، الراجل المدرب اللي انا اللي انا جايبه بديله دولارات كتيره قوي خلاص ودي نقطه تحسب برضو على فكرة. اللي انا بديله ده لازم يجي في خلال 48 ساعه يكون لامم القصه. هو موسيماني لما جه كان متالق جدا بصراحه من اول يوم، عمل ايه؟ لا تحسب ليه، تحسب ليه جدا، ده مدرب مدرب. وبعدين شوف الفكر بتاعه، وفي اي مدرب في الدنيا بيلعب 7 بطولات بياخد منهم 5 وفي فعل فاعل في دوري وماتش اللي احنا شفناه بتاع طلائع الجيش، راجل اللي واخد كل البطولات دي بيروح ياخد تالت عالم وبطولتين افريقيا، راجل بيشتغل مع الجهاز مع الاداره، اداره مع جهاز. للاسف اللجنه اللي بتدير، ودي برضو من الحاجات اللي احنا مشفقين عليها، لان حضرتك ما ينفعش بلد باسم مصر وحجم مصر يبقى اللي بيدير اتحاد الكوره الفيفا. ده لو احنا جزيره، اي جزيره في العالم بيديرها اتحاد كوره وطني في البلد. طبعا احنا بقالنا 2.5 سنين اللي بيديرنا الفيفا، واحده في الفيفا بتديرنا وبتعين الناس. فطبعا دي الامور دي لما القياده تبقى، يعني انا النهارده برضو يعني عايز اطمن على منتخب بلدي، واللي حضرتك بتقولي عليه انه بقاله شهر. طب تخيل الراجل بتاع تشيلسي جه في نص الموسم واخد بطوله اوروبا. موسيماني لما جه، واقول لك عشرات من المدربين، بلاش اتكلم عن نفسي، بتاخد فرقه وبعد 20 يوم دوري ممتاز ومفيش فرقه. المصريين فيهم الخير وفيهم العقليه وفيهم العبقريه، محتاجين انه ياخدوا الفرصه. فانا كروش، طالما انت راجل محترف وعندك سي في عالي جدا، زي ما انت بتقول ان انا الماضي انا ما بحكمش عليه خلاص، واحنا كمان الماضي بتاعك مش هنحطه نقطه برضه دي. انت بتقول ان انا مصر اهرامات وابو الهول، والله ثلاثه انا يعني. هو قصده كده ولا كان قصده عشان احنا حصلنا قبل كده يعني على في كذا مره، يعني هو قصده على ايه يعني؟ ما ممكن يعني يكون هو انا ما فهمتهاش، عشان اهرامات وابو الهول على فكره. هو قال كده، قال هو كده في المؤتمر. قال التاريخ ليس له علاقه بيعني بالماضي. الاهرام وابو الهول، هو قال الاهرام وابو الهول تحديدا. احنا كنا فاكرين على المستوى بتاع المنتخب. لا لا لا، يعني قال الاهرام وابو الهول مسك المنتخب هيعمل شغل والله العظيم. على ذكر الماضي يعني، طالما بقى بنقول طب بعض قول لي امبارح التغييرات اللي لو ابو الهول مسك المنتخب هيعمل شغل يا كابتن عادل. اقول لك يا كريم على تغيير امبارح، لو يعني لو طبعا ما عندناش ال عمل تغييره في الدقيقه 92 و34 جزء من الثانيه، بيغير محمود علاء وهو بيترعش خايف ان كان في دار فاول من نص الملعب والراجل بتاع الجابون هيرفعها، فعايز يعمل تغيير عشان الثواني دي تخلص. لما انا قاعد على الدكه او انا كلاعب في المنتخب او انا كجمهور، انا لاحظت ان الراجل متوتر جدا. اذا انت متوتر هتدير ازاي التوتر ده؟ يبقى مع واحد ضعيف، مش واحد عنده الخبرات الكبيره قوي دي، اللي انا بلاعب الجابون وماتش تحصيل حاصل وبعمل تغييره. محمود علاء استلم خد الكوره لمسها ما لمسهاش، عيب. انت بتضيع وقت في ماتش زي ده وهم 10.